أستاذ يوسف أيوب الكاتب الصحفي، صباح الخير وصباح النصر وصباح الفخر والعزة والكرامة لكل الشعب المصري. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ خلود، صباح حياة كريمة على كل يعني لأي مدى هذا المشروع القومي؟ أولا زي ما شفنا امبارح السعادة والفرحة على وشوش الناس اللي كانت موجودة وأهالينا اللي موجودين في الريف المصري، قد إيه كانوا مبسوطين وقد إيه كانوا سعداء وقد إيه كانوا متحمسين؟ لأي مدى هذه المبادرة أو المشروع القومي زرع الأمل في نفوس هؤلاء وفي نفس الوقت عكس اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام أكثر بالرعاية الاجتماعية لهذه الفئات؟ يعني خليني اقول لحضرتك في الاول، انا يعني بكلمك عن تجربه، انا واحد من صعيد مصر تحت كره الصعيد محافظه المنيا، يعني بتعاني معاناه شديده جدا فيما يتعلق بخدمات، خدمات صحيه، خدمات تعليميه، ما فيش مركز شباب، ما فيش يعني ابسط مقومات الحياه او بناء الانسان المصري. النهارده مع المبادره دي يعني بتواصل كتير جدا مع شباب القريه، لا في فرحه عارمه من المشروع لان هو بدا يشوفوا اللمسات الحقيقيه والتغيير اللي بيحصل في القريه دي. في قصص الصحه اللي كانت الناس تحلم بيه، لا ده بقى واقع موجود دلوقتي. المدارس، الوحده الصحيه الموجوده، الاكثر من كده اللي هي فكره الاهتمام ببناء الانسان المصري. يعني ده الفلسفه اللي انا اقدر اتكلم عليها فيما يتعلق بمشروع حياه كريمه. المشروع مش بس بنى بيوت وصرف صحي وتسقيف بيوت او يعني ما الى ذلك، لكن كمان هو مهمته الاساسيه اللي هي اعاده رسم خريطه الدوله المصريه، اعاده رسم الخريطه السكانيه والتركيبيه واعاده توزيعها واعاده تثقيف وبناء المواطن المصري. الفكره كمان هي مش فكره، مش توفير زي ما قلت لحضرتك، مش توفير منازل بس، لا ده في توفير رعايه صحيه تليق بالمواطن المصري، توفير الخدمات التعليميه. الاكثر من ده كله ان انت النهارده مش بس توفر له كل الحاجات دي كلها، لكن لا توفر له كمان مصدر دخل مستديم معاه من خلال مشروعات صغيره، من خلال توفير بعض الاحتياجات للاسر والدول. ثاني، هو مشروع متكامل، زي ما انت قلت هو مشروع القرن 21. يعني رئيس الوزراء امبارح اتكلم على فكره اذا كان السد على مشروع القرن 22، اذا كان قناه السويس مشروع القرن 19. صحيح. فهو مشروع حياة كريمة هو مشروع القرن 21. ما هو ده اللي احنا عايزين بقى نوضحه للناس، فكرة الجمهورية الجديدة، وبقى لنا فترة كده في كل القنوات المصرية مكتوب الجمهورية الجديدة. فالجمهورية الجديدة هنا احنا بنقول ان هي مش مجرد تشييد وبناء وعمران، ولكن هي كمان انه المواطن المصري يحس بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، يجني ثمار تحمله وتعبه خلال السنوات الأخيرة. هو البطل، بطل هذه المشروعات والإنجازات، زي ما بيوضح دائما القيادة السياسية، دائما بتوضح أنه الشعب المصري هو بطل، هو أساس هذه الإنجازات. ده صحيح، مش يشعر بس بنتائج الإصلاح الاقتصادي والتغيرات، لا ده هو شريك فيها وجزء في التغييرات دي. ده النهاردة يعني من ضمن المزايا برضه مبادرة حياة كريمة، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير الريف المصري، ان القائمين عليها هم ابناء القرى نفسهم ومجموعه الشباب. يعني ده مش بس ان انا بشوف او بشاهد اللي بيحصل، لا ده انا شريك فيه، انا اللي بحط الخطط، انا اللي بحدد احتياجات كل قريه. انا قريتي فيها شباب موجودين من القريه، هم اللي مشاركين مع المتطوعين في مبادره في تحديد المشروعات والخدمات اللي محتاجها القريه، في تحديد المنازل اللي هي محتاجه اعاده تاهيل، في تحديد الاسر اللي بتحتاج الى مصادر دخل. وبالتالي هم مش بس شايفين، لا ده هم شركاء في المبادره دي. وده كويس علشان كمان نحافظ على هذه الانجازات ونحافظ على بلدنا. وزي ما رئيس الوزراء كان بالامس بيوجه رساله لاهالينا في الريف وفي القرى، ان احنا نحافظ على اللي تم ونحافظ كمان على اللي جاي، لان هو لينا ولاولادنا وللاجيال اللي جايه. فكويس ان هو يبقى شريك، طبعا ده شيء مهم ان هو يبقى شريك علشان يحس بالتعب ويكون كمان شريك في الحفاظ عليه. يعني انت حضرتك لو انت لاحظت حاجتين امبارح في المكرمين الاستاذ الرئيس امبارح المشاركين في مبادره حياه كريمه، في اثنين يعني لم يحضروا لان هم صمموا ان هم يكونوا موجودين في مواقع العمل، وارسلوا من يستلم بعدين عنهم الجائزه او التكريم. تكريم الرئيس هو فخر للجميع، لكن هم ايضا اضافوا لهذا الفخر ان يظلوا متواجدين في مواقع العمل. ده المسؤوليه ودي المشاركه اللي حضرتك بتتكلمي عنها. صحيح. دلوقتي بقى في احساس بالمسؤوليه،
انا مش بتكلم على فكره ان انا بشوف حاجه بتحصل، مش بشوف، مش بشوف طريق بيتعمل، مش بشوف مدرسه بتتعمل، مش بشوف وحده صحيه، لكن انا شريك في العمل ده. وده الرساله اللي كانت، اللي كانت موجوده من الرئيس امبارح، وكانت موجوده من رئيس الوزراء حتى في فكره تبطين الترع يعني، وكانت الرساله واضحه في نطاق رئيس الوزراء في نطاق تبطين الترع، لان هي دي بتساعد كمان في توفير المياه، في تقليل او ترشيد استخدام المياه. فالرساله الواضحه للجميع ان ده مشروعنا، مشروع المصريين كلهم. دي مبادره من الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي توفير حياه كريمه 58 اكثر من 58 مليون مصري. نحن شركاء في هذه المبادره، نحن مساهمين في هذه المبادره، ان لم نكن مساهمين مساهمات ماديه ولكن مساهمين مساهمات فكريه، مساهمات مساهمات عينيه، مساهمه باليد، مساهمه بتحديد المشروعات، مساهمه بالوقوف ومسانده القائمين على المبادره. بالتالي انا اقدر اقول ان هو مشروعنا كلنا، مشروع كل المصريين، مش مشروع بس 58 مليون اللي هيستفيدوا من المبادره، لكن مشروع 100 مليون مصري. شكرا لحضرتك الأستاذ يوسف أيوب الكاتب الصحفي.